كل مرة يتغير فيها الفيروس ويغير من مكونات الفيروس نفسه، نلاقي أن صفات الفيروس قد تتغير. هناك احتمال. اليوم الدراسات اللي موجودة عالمياً تبين أن المتحور أوميكرون عنده قدرة أكبر على الانتشار بشكل أسرع مقارنة بالمتحور دلتا، تقريباً بسبعين مرة، وهذا يساعد في أن ينتشر على مستوى العالم بشكل كبير خلال فترة قصيرة جداً.